أعربت عائلة بلجيك عن استنكارها وشجبها للمحاولات البائسة التي تقوم بها قناة الجزيرة القطرية من أجل شق الصف وإثارة النعرات الطائفية بين أبناء البلد، مؤكدة وقوفها صفا واحدا خلف قيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد، وأوضحت أن هذه المحاولات البائسة لن تزيد شعب مملكة البحرين إلا عزما وإصرارا على المضي قدما بمسيرة التنمية والازدهار بقيادة جلالة الملك المفدى.